هلا صار وقت مكتشفي المشاعر القوية. اليوم سلحوف حاسة بالغضب. شوية مي إلك وشوية مي إلك. إيدي هم الأغصان. يا عيني، وأصابعي أوراق شجر صغيرة. أوه، هاي الشجرة صغيرة عم تكبر بسرعة، لازمها كمان مي. كري كراك. أصوات فروعي وهي عم تكبر. أوه، عم يكبروا بشكل سريع كتير. كمان مي لإلك. دم دي دم دي دم دي دم. وهاي أصوات أوراق شجرتي وهني عم ينمو. دم دي دم دي دم دي دم. بسمة المزارعة. بسمة المزارعة. بسمة، أنا لهلأ ما سقيتني مي، إمتى رح يجي دوري؟ بعد بدي ألعب هاي اللعبة. خلاص جاد. منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا عم بحس بشعور قوي. بدك نروح نشوف مين؟ طيب يلا. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي، راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج. لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. هاي صديقتنا سلحوف، واضح إنه حاسة بشعور قوي كتير. إيديها مشدودين هيك، وتمها نازل لتحت مثل هيك. خلينا نشوف كيف منقدر نساعدها. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مرحبا سلحوف، أنت منيحة؟ لا. ليش سلحوف؟ لأنه بس كنت عم برسم لوحتي وبالغلط حطيت نقطة ألوان كبيرة وبطلت تروح. أوف، خربت. جوجو عم تقول إنه لما نحس بالضيق من جوا ويكون في إشي معين زعجنا، بتحس إنه جسمك ضيق وتمك نازل هيك. وأحياناً بتحس حالك بدك تصرخ، هاد اسمه الغضب. أنا حاسة حالي بدي صرخ. لحظة، أنت أكيد حسيتي بنفس إحساسي لما كنا عم نلعب لعبة المزارع. لما كنت عامل حالي شجرة ما إجا دوري إني أنسقى أبداً، فحسيت بالغضب. صح، وأنا هيك حاسة كمان، أنا حاسة بالغضب. صح، زي ما قلتي جوجو، عادي إنه نحس بمشاعر قوية. الكل بحس بالغضب أحياناً. الكل؟ لحظة، بعرف طريقة ممكن تساعد إنه تحسي حالك أحسن، اسمها وقفي مثل الشجرة. كمان لازم استنى لأنسقى بالمي؟ مو هاي المرة جاد. طيب تمام، خلينا نوقف مثل الشجرة. طيب، وقفوا كلكم وإجريكم بعاد شوي عن بعض، ومغروسين بالأرض زي جذور الشجرة. وقفوا بثبات. بعد هيك خدوا نفس عميق ببطء، وبعدها زفير بطيء. أنا كنت حاسة بالغضب لأني خربت رسمتي، بس هلأ بعد ما هديت وحسيت بغضب أقل حبيت الرسمة أكتر بهاي الطريقة. وأخيراً المزارعة بسمة رجعت. أخيراً، إيدي تعبوا كتير. النباتات عطشانين؟ هاي هالمي جت. شكراً مزارعة بسمة. جوجو صارت شجرة. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير.